تاني نقطة، النهاردة الأهلي بعت للصحفيين خبر مفاده إن الأهلي تحرك لمواجهة محمد الشيبي ونادي بيراميدز في القضية بتاعت حسين الشحات. والحقيقة الموضوع ده الناس تناولته وكأنه إجراء تصعيدي خطير من النادي الأهلي، وإن النادي الأهلي هو ده خبر صحفي وليس بيان. هو ده مبعوت من النادي الأهلي، يعني ده الميل اهو اتبعت لكل الزملاء الصحفيين من المركز الإعلامي في النادي الأهلي، بقى خبر صحفي أو بيان ما تفرقش معانا، المهم إنه صادر من داخل النادي الأهلي. يعني هذا الخبر خارج من النادي الأهلي. حلو كده؟ طيب انا يعني ده خبر رسمي من النادي الاهلي يعني في الاخر يعني. يبقى اذا انا مش قصدي انه صح او غلط، بس انا هقول لكم وجهه نظري. ولما كنت بقول ان الاهلي عنده مشكله التحرك بسرعه السلحفاه ما كنتش غلطان. هو حسين الشحات والشيب الواقع دي حصلت امتى؟ شهر 7. طب احنا عرفنا امتى ان الشيبي عمل بلاغ في حسين الشحات؟ وانا هنا اهو استضفت السيد المستشار اشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات على الهوا وقتها، وناقشنا هذا البلاغ، وقال اتقدم بلاغ، وقال ان احنا بنستعد للاجراءات القانونيه و و و والمحامي الشخصي بتاع حسين الشحات، يعني مش محامي النادي، الاداره القانونيه في النادي ما بتخشش تعمل مداخلات وما بتردش اصلا علينا في التوضيحات. ماشي، ما عندناش مشكله، بالعكس احنا ايه ما بنضغطش على حد ولا بنجبر حد انه يتكلم او ما يتكلمش، كل واحد حر يعني. فبما ان ما بقاش في توضيح في التوقيت بيترك الامور للاجتهاد. طب ايه اللي يخلي الاهلي من شهر 7 لشهر 12 عشان يعمل الخبر ده؟ وبعد ما احنا كمان جبنا الكابتن عامر العميره خبير اللوائح وكشف لينا ان الاهلي له حق قانوني في مواجهه الشيبي في هذا الموقف، ليس لان الشحات غلطان او مش غلطان دي قضية اخرى، لكن لا يجب على الشيبي من الناحية القانونية المشرعة للوائح كرة القدم في العالم ان يلجأ للقضاء العادي او المحاكم او النيابات او الكلام ده. وفي الاخر برضو القضاء العادي او النيابات او المحاكم ملاش دعوة، هي لما بيجي لها البلاغ بتحقق فيه وفق القانون. لكن انت عندك لوائحك كاتحاد كرة اللي هي تشرع مثل هذه الامور، انت بتنفذهاش، دي قصتك. الاهلي بكل قوته وقانونيينه وناسه وحواديته محدش ذاكر وخد باله ان المادة 38 دي بتاعت لجنة الانضباط بتعارض هذا الموقف غير النهاردة يوم 7/12، يعني بعد الواقع بخمس شهور وبعد ما الواد اتجرجر وراح للنيابة واتخذت اقواله وخرج بالكفاله، وهقول تصعيد خطير وشيد ولا عاتب؟ يعني حق ربنا هنا. الموقف اللي اتحط فيه حسين الشحات دلوقتي، هو لعيب كبير في النادي الاهلي وفي نادي كبير اسمه الاهلي، هذا الموقف اللي اتحط فيه الشحات، هل يقابله عتاب مني كميديا على الاهلي انه اتاخر خمس شهور لسه فاكر النهارده يبعت خبر يقول ان في ماده في اللوائح تمنع الشيبي انه يلجا وبعد ما الميديا كمان اتكلمت فيها؟ ولا الكلام ده كان من بدري من شهر 7 اول ما حصلت الواقعه كان لازم تتحرك وتدرس وتذاكر وتاخد موقفك وتبعد وتصعد وتمنع الواقعه انها تحدث؟ والشاطر اللي يوقد الازمه قبل ما تحصل يبقى عنده بعد نظر، مش لما تحصل فيحلها فيعمل شاطر، لا ده مش شاطر، ده عادي. ده يبقى قائد عادي. انما القائد الشاطر اللي عنده رؤيه لقدام وعارف ان هذا بلاغ هيتم التحقيق فيه لا محاله، ده شغل قضاء ما فيهوش هزار. فلازم انا استخدم كل ما امتلكه من الامور القانونيه والخطوات القانونيه عشان اوقف ده. لان ده لعيب في الاخر، حتى لو مش هيحصل له حاجه. يعني حتى لو في الاخر اصفر الموضوع على لا شيء وربما يصفر عن شيء،
لكن انا عندي اليات قانونيه استخدمها وما استخدمتهاش، واستنى لما يحصل الموقف وبعدين اتدخل، ولو فلحت في التدخل وفعلا الشيبي سحب البلاغ اقول يا برافو. لا ده عادي، اي نادي كان عمل كده، اي مسؤول في اي نادي كان عمل نفس الاجراء ده. انما الشاطر اللي يشوف الازمه من بعيد ويقول لا ده ممكن الواد ده بعد شهر شهرين ثلاثه يحصل واحد اتنين ثلاثه، شوف يا ابن اللوائح وشوف بتاع وتعالى نفرج وتعالى نشوف وتعالى نعمل ونعمل لغايه ما نوصل للمواد، سواء في هنا احنا عندنا الماده 38 من لائحه لجنه الانضباط اهي، لا يجوز للانديه والمسؤولين وعناصر اللعبه اللجوء لاي من المحاكم المدنيه او الاداريه لحل النزاع الرياضي يتعلق بكره القدم. وبص كمان على اللوائح الاخرى في اتحاد الكوره، بص على لوائح الفيفا، وبص على لوائح الكاف، واعمل تقرير قانوني قوي اواجه باتحاد الكوره. انما احنا لسه ده لما عامر العمايره دخل معانا اتصلنا باتحاد الكوره قالوا اه حقهم يتقدموا حقهم ونناقش، واه الماده دي سليمه حقهم، احنا لسه بنكتشف احنا بتوع الميديا. فالنهارده اطلع اقول لالي شاطر انه عمل كده وتصعيد وبرافو وهايل لا، ده هذا عتاب لمؤسسه بنقدرها لا يجب ان هي تتاخر كل هذا التاخر بصراحه، وتوصل بقى طب يتصالحوا، وحد في النادي يقول طب ما احنا ممكن نشوف نتصالح ولا نعمل ايه، واحد تاني يقول لا، واحد تالت يقول طب نروح لاتحاد الكوره، طب ما تذاكرش الموضوع ده شهر 7 شهر 8 شهر 9 شهر 10 شهر 11. هو لازم الواد يروح ويقعد هناك ساعتين وحتى لما سالت ما كانش في حد من الاداره القانونيه للاهلي معاه على فكره، لما انا سالت بس ما رضيتش اقول يوم ايه رايكم بقى. هذا موقف متاخر، لازم يعني انا بقول لاصدقائنا في النادي الاهلي انا بواجهكم بالاخطاء عشان تتعدل وتتصلح. الاهلي بالنسبه لنا نموذج المفترض هكذا نظن. دي النقطه الثانيه مش هتكلم فيها كتير لانه في ناس دخلت تزيط، لا متاخر جدا، ده راح واتحقق معاه او ده اطلب اقواله وخرج بكفاله على فكره.